فضيحة مدوية هزت إسرائيل وجعلت رئيس الوزراء الإسرائيلي في مهب الريح، خصوصا بعد القرارات الصادمة وغير المتوقعة التي اتخذها الجنرالات والتي تمهد على ما يبدو للإطاحة به من على رأس السلطة. فما القصة؟ فضيحة وتسريبات واتهامات بالخيانة. كان هذا هو المشهد العام في إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية بسبب ما حدث في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ففي الساعات الماضية ألقى جنرالات في الجيش الإسرائيلي القبض على موظفين في مكتب نتنياهو بفضيحة كبرى تضمنت تسريب وثائق سرية إسرائيلية إلى الخارج، وهي قضية يمكن أن تتسبب في الإطاحة بنتنياهو في حال ثبوت أنه أشرف بنفسه على تسريب الوثائق السرية، حيث يمكن أن يتهم حينها بالخيانة. وقالت صحيفة يديعو تحرنوت الإسرائيلية إنه يشتبه في أن المتحدث باسم مكتب نتنياهو سرب الوثائق إلى صحيفة بيلد الألمانية ومراسلين إسرائيليين ونشرت صوراً له، ولفتت إلى أن الشخص الذي جرى اعتقاله من مكتب نتنياهو حصل على صلاحيات من دون مراقبة أتاحت له الوصول لأسرار الدولة، ما أضر بأهداف الحرب. وقال موقع أكسيوس الأمريكي إن الجيش الإسرائيلي طلب تحقيقاً بعد تسريب معلومات استخباراتية سرية للغاية لصحيفة بيلد الألمانية، في حين تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتقالات في صفوف مقربين من نتنياهو، حيث بدا الأمر وكأن جنرالات الجيش الإسرائيلي يحاولون استغلال الفرصة التي ظهرت أمامهم للتخلص من نتنياهو. وأكد موقع أكسيوس أن السؤال في هذا الشأن هو ما إذا كان نتنياهو على علم بالتسريبات أو ضالعا فيها. ووفق أكسيوس فإن الاعتقالات التي جرت تأتي في إطار ما يمكن أن يعتبره أكبر فضيحة داخل الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب مع غزة، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تعمق فضيحة التسريبات حالة عدم الثقة والتوتر بين نتنياهو والجيش وأجهزة الاستخبارات والأمن. بدورها ذكرت القناة 12 العبرية أن الصور تظهر مشاركة المستشار المعتقل في اجتماعات الحكومة، وأضاف الموقع أن التحقيقات بخصوص التسريبات تجريها الشرطة الإسرائيلية بالاشتراك مع جهاز الشباك والجيش. كما ذكرت صحيفة هرتز الإسرائيلية تفاصيل فضيحة أمنية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتتعلق بتعيين متحدث باسمه دون إشراف أمني وشارك في جلسات أمنية حساسة. وأوضحت أن المتحدث الذي لم تكشف عن اسمه شارك في جلسات أمنية حساسة، وأشارت إلى أن متحدث نتنياهو قام بتسريب معلومات ووثائق بعضها كان مجرد أكاذيب عن الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار وغيره لصحف أجنبية، وأخرى كانت وثائق أمنية خطيرة وحساسة. ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه من المؤكد أن هذا الموظف قد شارك في مشاورات أمنية وسرية مغلقة وحساسة، واطلع على تقارير أمنية أكثر حساسية أيضا. بدوره وفي محاولة منه للنجاة من الفضيحة التي بدأت تطاله، قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إنه لا وجود لأي تسريبات من مكتب الحكومة تحديدا نافية التحقيق أو اعتقال أي شخص في مكتب رئيس الوزراء. فهل تعتقد أن فضيحة التسريبات يمكن أن تكون المبرر للانقلاب على نتنياهو؟